بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هناخد الدرس من دروس دورة الأكسس في النموذج المتقدم، وهنكمل مع الأدوات. وفي الدرس ده إن شاء الله هنتكلم فيه عن مربعات النصوص اللي هي تكست بوكس، ومربعات تحرير والسرد اللي هي كومبو بوكس، ومربع القائمة اللي هو الليست بوكس، وبعض الأدوات التانية اللي احنا هنشوفها زي زر التبديل وخانة الاختيار وزر الخيار ومجموعة اسمها مجموعة الخيار. طيب، بداية عشان نشتغل على الأدوات ديت هنضطر إن احنا نعمل جدول جديد هنسميه إن شاء الله اللي هو جدول التعليقات والتقييم. هنيجي في الإنشاء وهنيجي في طريقة تصميم الجداول، وهنبتدي نعمل جدول جديد في رقم التقييم اندرسكور تقييم، وده هنخليه تقييم تلقائي، وده عبارة عن رقم للتعليقات والتقييم، عبارة عن رقم بس لسالي. تمام كده. بعد كده هنختار كود المنتج، كود اندرسكور المنتج، وفي كود المنتج ده هنعمله نص. تمام كده، وده يمثل كود المنتج. اللي بعد كده هيكون عندي اللي هو التقييم نفسه، ده عبارة عن نص برضو، ده عبارة عن رقم من 1 لـ5 يمثل التقييم. طبعا يمثل التقييم، عشان نفسر اكتر، 5 هيكون ممتاز، مش عارف 4 هيكون جيد جدا، 3 هيكون جيد، 2 هيكون مقبول، 1 هيكون ايه ضعيف. هتبقى ماشية بالاسلوب دوت. اللي بعد كده هيكون عندي اللي هو هل التعليق ده هيتم نشره على الانترنت، هنسميها تعليق عام، تعليق سكور عام. التعليق العام دوت هيكون نعم ولا. تمام كده. هل سيتم نشر تعليق على موقع الشركة مثلا، على سبيل المثال لو أي حد من العملاء علق على منتج معين بطريقة كويسة أو بطريقة سلبية، هنقول له هننشر على الإنترنت ولا لأ. ففي الحالة دي هيكون تعليق عام. تمام كده. التعليق نفسه هيكون عبارة عن نص إيه كبير اللي هو ميمو، يعني تعليق عبارة عن نص نص طويل، وسمي نص طويل، نفتح احسن، نص طويل اللي هو الميمو. يا جماعة احنا بدلنا على 2016، لكن هي نفس المبادئ، هي نفس موجودة، يعني اختلافات بسيطة جدا مش كتير قوي، وحتى نفس الشكل، نفس الأدوات اللي عنده 2007 لحد 2016، يعني ال 2007 و2010 و2013 وال2016 قدر يكمل معانا مفيش مشكلة، بس عشان نبقى احنا ماشيين مع التطوير اللي حصل، لأن مش هينفع انا بشتغل على 2010 والناس دلوقتي شغالة على 2016، فاحنا عملنا ابجريد لل2016، وعملنا ابجريد كمان لنسخة الويندوز لـ2010 عشان نقدر نشتغل ايه نشتغل عليه. تمام كده. تمام، هنخلي دوت التعليق دوت، طبعا التعليق ايه تعليق اللي هو ايه العميل نفسه. تعال نشوف رقم التقييم دوت، هنخليه مفتاح اساسي، هي مش مهمه قوي بس يعني هتبقى بنص ده، وهنبتدي نحفظ دوت على اساس ان هو جدول التعليقات لقاءات والتقييم، ونقول موافق. كده عملنا الجدول وحفظناه. تمام كده. لقينا عرضناه في طريقة عرض ورقة البيانات هيبقى بشكله ايه بالشكل دوت. طبعا كود المنتج هيكون عبارة عن نص، التقييم ده نص، ده التعليق عبارة عن نعم ولا، تشيك بوكس زي ما انت شايف كده، والتعليق نفسه اللي اتكتب، وهكذا. هنرجع تاني في طريقة عرض التصميم وهنقفل الجدول دوت اغلاق، وهنيجي بعد كده نصمم النموذج بتاعنا في طريقة عرض التصميم انشاء، وبعد كده نختار ايه تصميم نموذج. محدش يعني يستغرب الواجهة، هي كأنها بتاعت 2010 بالظبط. تصميم نموذج، هنكبر النموذج بتاعنا شوية، وبعد كده هننزل على الخواص بتاعة التنسيق، وهنخلي الشبكة 6×6 بحيث يكون بالشكل دوت، عشان بس السنابج على او اللي هو محاذاة الادوات تكون عليها بدقة شوية. تمام كده. طيب لو انا جيت هنا يا جماعة
احنا طبعا شفنا اكتر من اداه، شفنا اداه العنوان قبل كده، شفنا الكوماند بوتون، شفنا اداه التبويب ديت، شفنا اداه عنصر التنقل اللي هو دوت او التحكم والتنقل اللي هي ديت. شفنا شويه ادوات كتير الفتره اللي فاتت، بس هنكمل عليهم دلوقتي. الادوات اللي هي خاصه بتخلي البيانات معروفه، اول حاجه اللي هو التكست اي بوكس اللي هو مربع النص، تمام كده. تاني حاجه ممكن استخدمها اللي هي الاداه ديت اللي هي اداه مربع التحرير والسرد. في اداه بعد كده اللي هي الاداه ديت اللي احنا بنسميها مربع القائمه، تمام، اللي هو تكست بوكس والكومبو بوكس والليست اي بوكس بالانجليزي يعني. طيب لو انا جيت مثلا واخترت دفتر حقول وفتحت ظاهره كافه الحقول بتاعت الجداول واخترت اللي هو الجدول بتاع التعليقات والتقييم، هتلاقي ان رقم التقييم انا مش هختاره هنا لكن هختار كود المنتج. لو انا سحبته كده ورميته على النموذج هيطلع لي على اساس ان هو على طول مربع ايه منص. لو انا جيت حركت دي كده شويه مثلا، جبتها في الحته دي وجيت حركت دي جبتها هنا، وكبرت دي شويه بهذا الشكل مثلا، تمام. هتلاقي ان هو على طول اول ما شاف ان يكون المنتج ده عباره عن نص، حط له مربع نص ايه مباشره مباشره، تمام كده. طيب ايه اللي احنا ممكن نعمله كده؟ تعال نشوف برضو التعليق. لو انا جبت ده عباره عن نص برضو، لو سحبته عشان ده نص طويل، فبص لا هحط لك مربع نص كبير بهذا ايه الشكل. تمام. لو عرضت هيبقى كود المنتج بالشكل كده، لو كتبت رقم 1000 تمام، وكتبت التعليق وكتبت المنتج، منتج ممتاز جدا، وعملت جدول بتاع سجل جديد من تحت هنا وكتبت المنتج رقم 1001 وعملت التعليق المنتج تعبئته بيئته سيئة مثلا، ده رأي العميل مش كده، وهكذا. لو انا رحت للجدول بتاع التعليقات اللي هو ده، هتلاقي فعلا عكس لك الكلام اهو، وكتب كود المنتج وكده المنتج اللي هو التعليق عليه المنتج دوت. طبعا احنا ما دخلناش تقييم لسه ولا دخلنا تعليق ولا الكلام ده كله، تمام كده. طيب اللي بيحصل هنا ده يا جماعة دلوقتي، ان انا بكتب كود المنتج بس انا مش عارف، يعني مش عارف المنتج ده اكتبه ازاي، ممكن ما اكونش عارف كوده، ممكن ما اكونش عارف الاسم بتاعه. ففي الحاله ديت مربع نص قام بالوظيفه بتاعته ان هو فعلا دخل بيانات للجدول، تمام كده بالشكل دوت. لكن ان انا يعني عندي كده بعض الغموض، ان انا مش انا اصلا ممكن اصلا كمستخدم مش عارف هو رقم المنتج قد ايه، لازم افتح مثلا حاجه خاصه بالمنتجات مثلا اللي هو زي منتج منقسم النموذج دوت مثلا، واطلع على المنتجات وابتدي اختار رقم، وده مش عملي. تعال نشوف ازاي نعملها بس بشكل عملي. هنرجع تاني لطريقه عرض التصميم، تمام، وهنشيل مربع النص اللي هو فعلا قام بالوظيفه بتاعته بس برضه مش بطريقه عمليه زي ما احنا عاوزين. هتلاقي الاداه البديله في الحاله ديت اللي احنا ممكن نستخدم مربع التحرير وايه والسرد. تعال نرسم مربع التحرير والسرد، بس الاول اختار دي. احنا دلوقتي شغال على كود المنتج اللي هو ده، نحدده الاول وبعد كده نبتدي نرسم ايه الاداه، او نسحب دي كده هي. لا بلاش كده، خلينا نرسمها احسن، تمام. ونقول له انت هتعمل ايه بمربع تحرير وسرد. اول ما تحط مربع تحرير وسرد يا جماعه، هو في ميزه ان هو بيطلع لك المعالج بتاع مربع تحرير وسرد ده، بيقول لك انت هتعمل بالظبط، عاوز تكتب قيم ولا عاوز تحصل على القيم دي من جدول او استعلام. هنقول له احنا عاوزين نحصل على القيم دي من جدول او استعلام، ونقول له تالي. في الحاله ديت ان احنا عاوزين نحصل على القيم دي من جدول المنتجات، نقول له تالي. عاوزين اللي هيحصل للمستخدم هو اسم المنتج، ولا يتخزن هو كود المنتج، هنحط اسم المنتج بس هنا سيبك من الترتيب، وهنختار ان هو هيخزن لي كود المنتج اللي هو ده اللي هو الحق اللي احنا عاوزين ايه نخزنه، ونقول له التالي. طب الكلام ده هيتخزن فين؟ هيتخزن عندي في كود المنتج اللي هو في الجدول بتاعي هنا في التعليقات، هنقول له التالي. مربع تحرير والسرد ده هنسميه كود المنتج، او اختار المنتج زي ما انت عاوز تكتبها، ونقول له انهي. تعالى كده نشوف الدنيا ماشية ازاي.
عرض، هتبص هنا تلاقي عرضك ايه، منتجات ايه بتاعتك بالشكل دوت. وانت لما تختار منتج، تعالى نخش مثلا على سجل جديد وهنختار منتج مثلا يكون منتج ده، وهنكتب في المنتج دوت ان المنتج ممتاز جدا وتغليفه ممتاز، تمام كده. ولو رحت عندي على الجدول بتاع التعليقات والتقييم اللي هو ده، لما تحدث للكل هتلاقي فعلا عكس لي الاختيار، جاب لي كود المنتج تمام كده وجاب لي التعليق ممتاز كده. طيب لحد كده عرفنا طريقة استخدام مين، طريقة استخدام مربع النصوص. لو جينا هنا في طريقة عرض التصميم مرة تانية هلاقي مربع النصوص عرفنا استخدامه، وكمان عرفنا استخدام اللي هو مربع التحرير والسرد. هي الأداة اللي هي ديت اللي هي بتاعة المربع القائمة بتشتغل بنفس الطريقة بتاعة مربع التحرير والسرد، فيما عدا اختلاف واحد، إن في مربع التحرير والسرد أنا ممكن أكتب قيم فوق لو أنا سمحت المستخدم بيه بالتعديل، لكن دي بختار، بس بختار قيم فقط ليس غير. يعني ممكن أجي كده أهوت وأرسمها هيديني نفس إيه، نفس الاختيارات بتاعة مربع التحرير والسرد، وبيقول لي هتختار القيم بتاعتك ما بين جداول واستلامات ولا لا، ولا هتكتب القيم. هقول له اختار من جدول، عاوزها من جدول المنتجات، وهقول له بعد كده انا عاوز يظهر اسم المنتج. هي نفس الاسلوب بتاع مربع التحرير والسرد بالظبط، اللي هي الكومبو بوكس بالظبط. وهنيجي هنا تالي تالي وهنقول له لو انت عاوز تظهر مثلا الكود بتاع المنتج واسم المنتج ما فيش مشكله. التالي اللي هيتخزن يا جماعه اللي هو كود المنتج، التالي هيتخزن فين؟ هيتخزن عندي في كود المنتج. اقول له التالي وانهاء، بس انا هحفظ التجربه. ولو فتحتها كده هتلاقي بالظبط اللي بيحصل فوق هو كان اللي بيحصل ايه تحت. وكان الاداه دي هي بتشتغل بنفس الاسلوب بتاع الاداه اللي فوق، يعني الاداه اللي هي مربع القائمه ديت اللي هي ليست بوكس بتشتغل بنفس الاسلوب بتاع مربعات التحرير وايه والسرد، تمام. هي نفس الاسلوب، فانا مش محتاجها دلوقتي هشيلها. وتعالى نشوف بعد كده اللي هو زر التبديل اللي هو ده، وتعالى نشوف كمان اللي هو زر خانة الاختيار اللي هي دي، وتعالى نشوف اللي هي بعد كده اللي هو زر الخيار اللي هو ده. طيب التلاتة دول بيشتغلوا بنفس ايه، بنفس الطريقة، بنفس ايه الطريقة اللي هو يعني حاجة أنا بستخدمها بحدد بيها طبعا بتشتغل مع الحقل اللي هو نعم ولا، فأنا بستخدمها علشان إن أنا احدد الحقل دوت مطلوب ولا مش مطلوب وهكذا، تمام كده. دول شغالين بنفس الطرق، يعني نعم يا لا، يعني دوت موجود او مش موجود، يا مستخدم او مش مستخدم وكذا. لكن دي بتديني ان انا اقدر اختار من اكتر من اختيار، اكتر من اختيار او اختيار واحد او مفيش اختيار خالص، اللي هي خانة الاختيار، تمام. وخاصة بتتحط في مجموعة زي مجموعة ايه، مجموعة الخيارات دي. طيب هنشتغل عليها ازاي؟ تخيل مثلا ان احنا عندنا اللي هو التعليق العام دي، لو انا حددتها كده وحددت الاداه اللي هي مثلا دي وده ترسم كده، تمام كده. لو جيت هنا عملت عرض وضغطت، يعني هنا مثلا اللي هو السجل رقم واحد اللي هو الفراوله دي، لو ضغطت عليها كده معناها ان انا حطيت القيمه دي، حطيت ايه القيمه دي، تمام كده. يعني قلت له ان هو فعلا نشر يكون ايه بابليك بنفس الاسلوب برضو طريقة عرض التخطيط. لو انا جيت هنا اخترت التعليق العام ديت واخترت الأداة اللي هي ديت اللي هي بتاعت سوري تصميم، اخترت الأداة اللي هي بتاعت خانة الاختيار دي، تمام. هتلاقي كتب لك ايه تعليق عام ومحدد لك الاختيار، تمام كده. برضو لو جيت هنا مثلا واخترت الأداة دي اللي هي بتاعت زر الخيار ديت وجيت سحبت التعليق العام كده، ولكن هنا اوكي كده مثلا، وجيت عرضت النموذج بتاعي الاولاني مثلا قلت له ان هو مثلا هيكون تعليق بتاعك ايه، تعليق عام. هبص لك كلهم يعني اشتغلوا بنفس الاسلوب. اللي بعد كده هسيبه، اللي بعد كده هختار برضه ايه تعليق عام، هتلاقيهم اشتغلوا بهذا. بص كده كانهم بيخزنوا فعلا ايه القيم، صح ولا غلط؟ طبيعي.
طبعا انا هختار منهم بس ديت وهبتدي اشتغل عليه. هنيجي في فكرة عرض التصميم وهناخد دي بس، هنشيل ديت وهنشيل دي، هنجيب دي هنا كده وهنجيب ديت هنا كده زي الاسلوب، وتعالى نكتب هنا هل توافق على النشر. كتعليق عام يعني، تعليق عام طبعا على موقع. فالمستخدم هيوافق ولا مش هيوافق، دي اللي هتيجي حاجة ترجع له هو يعني. هنكبر دي شوية وهنكبر ديت شوية، تمام. تعال نشوف اللي هو الزرار بتاع المجموعة ديت. الزرار بتاع المجموعة ديت اللي هو بيختار لك أكتر من إيه؟ من مجموعة يعني، أكتر بيختار لك أكتر من اختيار في مجموعة واحد. هنتخيل مثلا عشان ما تلخبطش بس كده، هنتخيل إن إحنا مثلا عاوزين نخزن هنا في جدول التعليقات ديت، في التقييم دوت عبارة عن ريتنج من 1 لـ5، 5 تمثل ممتاز إلى 1 تمثل هي ضعيف، تمام كده؟ تمام. طيب هنعملها ازاي؟ هنعمل هنا مجموعة الخيار ديت اللي هي ديت في التصميم، هتلاقي المجموعة ديت اسمها مجموعة ايه؟ الخيار. التقييم هو اللي هنشتغل ايه؟ هنشتغل عليه، هنحدد التقييم وهنحدد الكنترول ديت وهنبتدي نرسمها كده. وهو هنا في الحالة دي هيطلع لنا معالج خاص بمجموعة الخيارات ديت. هنكتب مثلا ان اول اختيار عندنا يكون ايه؟ ممتاز. تاني اختيار جيد جدا. تالت اختيار عبارة عن جيد. رابع اختيار هيكون مقبول. خامس اختيار هيكون اللي هو ضعيف. طيب كويس لحد كده. نقول له التالي، هل انت عاوز تحط قيمة افتراضية من القيم اللي انت حطيتها ديت ان يكون ممتاز مثلا؟ نقول له لا، انا عاوز القيمة مثلا، مش عاوز القيمة افتراضية. هنقول له التالي، طب انت عاوزهم يتقيموا ازاي؟ هنقول له مثلا رقم 5 هي اللي هتكون ممتاز، لحد رقم 1 هتكون ايه؟ ضعيف. هنكتب هنا 5، وهنكتب هنا رقم 4، وهنكتب هنا رقم 3، وهنا رقم 2، وهنكتب هنا رقم كام؟ 1. ونقول له التالي. طيب القيم دي هتتخزن فين؟ المفروض ان هي تتخزن فين في التقييم؟ اذا ما يعني ما اشتغلتش معاك اول مره، هنعمل الغي الامر، نشيل دي ونحدد ديت، أو نحدد الكنترول الأول وبعدين نحدد إيه الحقل عشان يحاول يربطهم. اسمه جيد. نشوف التالي. التالي التالي أهو بدأ يجيبها فعلا، تمام كده. لأنه أحيانا بيعكس معايا شوية يعني، لازم تحدد الكنترول وبعد كده تحدد ايه الحقل، او العكس، تحدد الحقل وبعد كده تحدد ايه الكنترول، على حسب ما هتشتغل معاك. المهم هي اشتغلت دلوقتي. هنيجي هنا ممتاز جيد جدا جيد مقبول وضعيف. هنقول التالي، مش عاوز القيمة افتراضية. تاني هنخلي دي 5، هنخلي دي 4، هنخلي دي 3، هنا 2، وهنا كام؟ 1. ونقول التالي. القيمة هتتخزن هنا فين؟ احنا عاوزين نخزنها في التقييم، تمام كده. نقول له ايه التالي، هيبقى شكلها عامل ازاي؟ على حسب ما انت عاوز. عاوز ازرار خيار ماشي، عاوزها خانات اختيار بالشكل ده ماشي، عاوزها ازرار تبديل بالشكل دوت ماشي. انا اختارها ازرار ايه؟ تبديل، ولكن بالشكل ده. ممكن تخليها ازرار ايه؟ اختيار، لان المستخدم هيختار حاجه واحده منه اللي عجبك منه واشتغل عليه. انا اختارها مثلا ازرار ايه؟ تبديل. طب شكلها يكون محفور ولا مظلل ولا مسطح ولا بارز ولا غاطس؟ انا اخد مثلا غاطس زي كده. ونقول له التالي، عاوز تكتب ايه اللي هو العنوان بتاعها هنا. هنكتب هنا ده التقييم،
التقييم ونلغي انهاء. تمام، هنتهاك بالشكل دوت. تعال نظبط فيها شوية، هنجيبها هنا مثلا في المكان ده، هنجيب دي هنا، فحسنا. تمام، هنبتدي نكبر دول عن طريق الشيفت مع الأسهم. تمام، هنبتدي نحركها شوية شوية مثلا، كنترول مع الأسهم. اوكي، كده ظبطنا الدنيا هنا. تمام، تعال نصغر بس حجم النموذج اللي هو بالشكل دوت، وتعال نحرك دول شويه كده ونخليهم هنا، ونصغر النموذج برضه ايه بالشكل ده. طيب تعال نعرضه كده في طريقه عرض التصميم. اخترنا المنتج، ماشي كده، كتبنا التعليق، وافقنا على النشر، وهنديله تقييم وليكن ممتاز. كده المفروض حاطط له رقم كام؟ رقم 5. لو احنا جينا على السجل اللي بعد كده هنخليها جيد جدا. لو احنا اخترنا السجل اللي بعد كده هتكون جيد. لو اخترنا السجل اللي بعد كده لسه مفيش سجلات تانية. تمام كده، لو جينا في الجدول هنا وعملنا ريفرش هتلاقي هنا فعلا يعني خزن لك القيمة 5 والقيمة 4 والقيمة كام؟ 3. ده ممتاز، ده جيد جدا، ده ايه؟ ده جيد. تمام كده، ولو انت اخترت ان انت تحط سجلات جديدة مثلا زي كده، وليكن موز، هنقول المنتج ممتاز وكان تقييم مقبول وما وافقناش على النشر. وبعد كده جينا هنا وقلنا مثلا خبز، المنتج ضعيف بسبب سوء التخزين، قلنا ضعيف، مش كده؟ وافقنا على النشر ومشينا كده شوية. لو رجعنا للجدول مرة تانية وعملنا ريفرش هبص لك فعلا هو بيخزن لك القيم زي ما انت ايه، زي ما انت عايز. كده الفورم اكتمل. ما علينا، بس ان احنا ممكن نقفل ده بس الجدول حس مع اخلاق. تعالى نشوف ممكن نعمل ايه كمان. هنرجع في عرض التصميم وهنعمل زرار هنا، زرار اوامر. الزرار دوت يكون هنا مثلا، هيعمل حاجتين، هيعمل فتح النموذج القائمة الرئيسية وهيغلق النموذج الحالي. فهنيجي نعمل على النماذج وهنقول له فتح نموذج ونقول له التالي، وهنختار نموذج القائمة الرئيسية التالي وهنقول له العودة للقائمة الرئيسية. ونقول له التالي. طبعا ممكن تخليها زرار مع نص، بتاع صورة مع نص زي ما انت عاوز. انهاء، وده هيكون شكل ايه؟ شكل الزرار بتاعنا. هنيجي هنا في التنسيق ونختار النمط، ونختار نمط وليكن مثلا زي النمط ده. اوكي، ونختار النموذج بشكل عام تنسيق. نقسم هنا وهنختار له مثلا وليكن الشكل ده، هنختار له خلفية وليكن بالشكل اللي ده. هناخد دي مثلا نحط لها حدود كده، نخليها بالسمك دوت. نفس القصة، حدود السمك ده
وممكن دي كمان حدود باللون ده، تمام. هي دي كمان برضو ممكن نختارها، ولا خليها زي ما هي. تعال نشوف كده في الصفحة الرئيسية طريقة عرض التصميم هتبقى بالشكل ايه؟ بالشكل ده. اظن موضوع الغطس هنا ظاهر جامد بس شغال يعني. تعال بس ننزل دي شوية، وخلي دي في النص كده، انا بشكلها معقول شوية. نزل كمان الزراير، ونجيب طريقة عرض التصميم مرة تانية هتبقى بالشكل ايه؟ بالشكل. ممكن حاجة أخيرة نعملها إن احنا نخلي النموذج نفسه منبثق عن طريق ورقة الخصائص وعن طريق غير ذلك خليها منبثق. نعم، دي عرفناها قبل كده برضو، هيطلع بالشكل ايه؟ بالشكل ده. تمام كده. لو ضغطت عودة للقائمة الرئيسية هتبص تلاقي القائمة الرئيسية ظهر، بس النموذج لسه ما اتقفلش، فهنضطر نرجع لطريقة عرض التصميم مرة تانية وهنعمل كليك يمين، سوري، طريقة عرض التصميم، نقفل ده، هنسميه تعليقات التقييم، نقاط والتقييم، ضغط. هنخليه طريقة عرض التصميم، وهنيجي هنا على الزرار نفسه نعمل كليك يمين نختار حاجة اسمها حدث الإنشاء. وفي حدث الإنشاء أنا عايز أقول له بعد ما تفتح الفورم دي اعمل لي إغلاق لميت للنموذج. نضغط نافذ، نقول له كلوز ويندو. النموذج ده نوع كان نموذج، وهنختار هنا التعليقات والتقييم ونحفظ ونعمل اغلاق. تعال نشوف هنعملها ازاي. هتلاقي قفل وفتح دوت تاني، نقفل ده، تعليقات التقييم، تمام مش كده. تعال نحط كمان زرار هنا، هنيجي في طريقة عرض التخطيط وهنيجي نعمل دبل كليك وهنكتب اسم النموذج اللي هو التعليقات والتقييم. تمام، وهنخليه كده. وهنحطه فوق الخروج بالشكل ده. تمام كده، بحيث لو عرضنا نموذج القائمة الرئيسية طريقة عرض النموذج، ضغطنا على دليل الموظفين هنلاقيه شغال بكل الموظفين الموجودين جواه. بما فيهم الموظفين الشرسين دول، هنلاقي هنا برضو النموذج اللي هو الخاص بالمبيعات، النموذج الخاص بالعملاء والفواتير، النموذج الخاص بمنتجات القسم، النموذج الخاص بالاستقبال، النموذج الخاص بتقرير منتجات، تعليقات والتقييم. هتلاقي شغال معاك ايه؟ معاك هنا. تمام كده. طبعا انا ظبطت كله، ان انا ما بحبش الاسلوب بتاع القوائم اللي يكون بالشكل ده. هو شغال، بس انت لما يكون عندك الاسلوب بتاع نعمل حفظ بس دي واغلاق، اسلوب اللي هو القوائم المنبثقه اللي هو بيكون بالشكل ده بيكون احسن لك، بيكون اكثر احترافيه، في نفس الوقت بيكون سهل في التعامل. بكده نكون خلصنا الجزئيه ديت. اعمل لي كومنت، لايك، شير، اذا كان من القناه عجبتك اعمل لي سبسكرايب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.